السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد في درس من دروس تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين. اليوم إن شاء الله سنتحدث عن الفرق بين كان كانت كود كودنت. إذن فلنبدأ بكان. كان نستعملها لنعبر عن القدرة أو الاستطاعة، أي استطاعة فعل الشيء، أو يعني ability أو possibility بمعنى التعبير عن الإمكانية، وكذلك لطلب الإذن permission. إذا أخذ أمثلة ليتضح الأمر أكثر. نقول I can swim مثلا، I can swim، I can swim، أستطيع أن أسبح. ونستعمل can مع جميع الضمائر دون أن تتغير. can فعل لا يتغير، هو يسمى modal verb. إذا عندما أقول I can swim هنا أعبر عن استطاعتي أو قدرتي على السباحة. بالنسبة للإذن، أي طلب أو أخذ الإذن أو إمكانية فعل شيء، نقول مثلا Can I use your phone please؟ Can I use your phone please؟ لأنه هنا سؤال. استعملنا كان في بداية الكلام ثم يليها الفاعل. عندما يكون لدينا السؤال نستعمل كان في البداية. Can I, can you, can he, can she, can it, can they، إلى آخره، لا يتغير شيء مع كان. بالنسبة للقاعدة، لدينا subject يعني الفاعل I, you, he, she, it, they، زائد can، ثم الفعل دون أن يتغير. لدينا أمثلة I can speak English، I can to speak English، I can he she it can speaks to speak أو speak. الصحيح هنا بل هو can speak مع الضمائر بأكملها، can speak، لا شيء يتغير، can لا تتغير، والفعل الذي يليها لا يأخذ to قبله ولا يأخذ s بالنسبة له she it. بالنسبة لcan't، can't وهي نستعملها لعدم القدرة، وهي عكس can. can't والكتابة الكاملة cannot، ولكن المتداول هو استعمال can't. نفس الشيء نستعملها مع جميع الضمائر، ونفس القاعدة التي نطبقها على can، يعني الفعل الذي يليها لا يتغير نهائيا ولا يكون to قبله، لا يأخذ to قبله، ونستعملها لعدم القدرة أو الاستطاعة. نقول I can't swim، I can't speak Chinese، I can't ride a horse، I can't أو I can't، يعني نطق أمريكي ونطق إنجليزي بريطاني. بالنسبة لي could couldn't، could couldn't، لا ننطق حرف L، could couldn't هي نفسها كان ونفس الاستعمال، نفس القاعدة، نفس ما قلناه على كان وكانت. الفرق الوحيد هو أن could couldn't نستعملها في الماضي، يعني عدم قدرتنا فعل شيء على فعل شيء في الماضي. نقول I could be there on time، أو هنا يعني استطعت أن أفعل الشيء، وهو إن استطعت أن أكون هناك في الوقت المحدد. I couldn't be there on time، حالة النفي. could couldn't حالة النفي، could في حالة العادية. بالنسبة للسؤال نقول could you see her yesterday، هل استطعت أو استطعت رؤيتها البارحة؟ Could you see her yesterday؟ هناك حالة استثناء، مثلا في حالة أردت أن أسأل أو أطلب الشخص أن يسدي لي أي خدمة مثلا، وأطلب منه طلب، أقول Can you help me please؟ Can you help me please؟ في أستعملها في زمن المضارع لأنني أتحدث الآن مع الشخص. لكن في حال نفس الجملة أقول Could you help me please؟ هنا الفرق هو أن could تكون أكثر أدبا وأكثر احتراما، يعني نستعمل مع الأشخاص الذين نحترمهم، وفي هذه الحالة could تكون في زمن المضارع البسيط وليس الماضي. هذا تلخيص لكل ما قلناه في هذه الحصة. شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.